شايف. ازي حضرتك عامل ايه؟ عايز كرسي؟ عايز كرسي؟ في واحد تاني اتفضل. لا انا ما فيش. سيدات والسادة، رواد صالون المنارة الثقافي، أهلا بكم معنا وليلة جديدة من ليالي صالون المنارة. نرحب بكم جميعا ونرحب بالدكتور محمد سعد الدين مؤسس الصالون والسادة الضيوف، كما نرحب بكل من يتواصل معنا على مواقع التواصل الاجتماعي وكل الملاحظات التي تأتينا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. أهلا بكم جميعا في ليلة جديدة من ليالي صالون المنارة، والتي تكون معكم من الآن وحتى آخر الليلة، عامرة بمجموعة من الفقرات. نبدأ معكم أولى فقرات صالون المنارة الثقافي مع الأستاذ محمد مصطفى. Thank you.
Thank you.